وصلت ابي مع ليف لما كان في سبارز او سبورز مش متاكد، اللي هو الغاز السام اللي بيبقى فيه الكائنات المتحوله والكليكرز والستوكرز، بعد ما عدوا المبنى الطويل جدا وشفنا مع بعض الفوبيا بتاعت ابي وهي بتعدي من مرتفعات وقعنا مره وكده. طبعا كانت حلقه شيقه جدا الحلقه اللي فاتت يا جماعه، لو ما رجعتوش لو ما شفتوهاش ممكن ترجعوا تشوفوها. معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، ونستعرض مع بعض لعبه لاست اوف اس بارت 2 والمزيد منها، ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل بعد ما ابي انفصلت عن ليف، لان هي كان معاها ماسك وهو ما كانش معاه ماسك، ما بيستعملوش هم الحاجات دي. فخلينا نشوف مع بعض الاحداث بتاعه هذا الفيديو. لكن قبل نبدا، لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي وحابب تدعمني ومش مشترك، ممكن تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وكمان تعليقاتكم يا جماعه ما تحرمنيش منها. وبشكر كل الشباب اللي بتدعمني بصراحه، تعليقاتهم يعني بتغير مودي وبتغير يعني بتثير الفرحه جوايا بصراحه. ربنا يخليكم ليا يا رب، وتستمروا دايما في التعليقات الجميله. وهي بقى نستأنف ونلعب وكونتينيو. طبعا الفصل ده اسمه فصل ذا ديسند او الهبوط، طبعا غالبا الهبوط دي عشان خاطر هو يعني احنا كنا في التوب اوف ذا بيلدينج ونازلين تحت. احنا اصلا القصه الاساسيه ان احنا كنا رايحين مستشفى علشان نلحق نجيب سبلايز ونرجع ننقذ ايد البنت المسكينه اللي اسمها يارا، اللي هي اتكسرت على ايد السكارز وكانت على وشك انها تبطر او هي هتبطر غالبا، فبس لازم شويه ادوات عشان يتم البتر بنجاح ونحافظ على حياتها في نفس الوقت. طيب احنا لبسنا الماسك اهو. طب خلينا نشوف الاول الحاجات اللي هنا، نستكشف المكان ده الاول. دي غرفة نوم جميلة جدا جدا، وغرفة مكتب مع بعض، غالبا ده كان استوديو بتاع حد. افتح يا ابي. اوه جثة ومسدس فول. طب انا في عندي كرافت سريع دلوقتي اقدر اعمله في السريع كده؟ لا مفيش كرافتات، وهنا مفيش enough supplements. اوكي واضح ان كان في حد هنا بيحتمي خلف هذه الكنبه. شوت جان، خلينا نمسك شوت جان يا جماعه ونغير البتاع دي قبل ما نولع فيهم. يعني مرتفعات تاني. اوه بص شكل ابي، انا اشوف شكل ابي يا جماعه. وريه وشك بس، اشوف وشك انا بس. اي حته فيها مرتفعات بيجي لها حاله هلع يا جماعه. اوه انا مش عايز، انا كل ده كنت بحاول اعمل الاسكان بتاع المتحولين. انا لغايه دلوقتي مش باين حاجه متحولين، في جثث بس. اديني بس ده. فين؟ في هنا درج الكومودينو وما فيهوش حاجه. ياه تليفون. ايه نوع المفاجاه اللي هتقابلني دلوقتي هنا؟ افتحها يا ابي، افتحها يا حبيبتي. ايوه ده جثة بماسك بس مكسور. لو قتلت نفسك ما تبوظش الماسك يا اخي، ده انت بني ادم حقير صحيح. قتل نفسه وبوظ الماسك. واضح اللي هو مكان فندقي، لان الوحدات شبه بعض، يعني الشقه دي شبه الشقه اللي انا كنت فيها في الاول. هناك وهنا في حاجه. طيب هو مش ده المكان اللي انا كنت فيه تقريبا؟ تقريبا تقريبا هو كله هنا. انت هيطلع لي من الحيطه حد ولا ايه؟ انا حاسس حد هيطلع لي من هنا. اديني تولز. اديني
ماسك ده سليم بقى؟ سليم بقى. كان ملبوس من جثة بس معلش. That's good. All right, back to Lev. نرجع لليف. بس اتمنى وانا راجع ما يبقاش انا شفت حاجة، حسيت بحاجة تقريبا. لا طب هات الازازة دي اختي. تعالولي بقى. لا 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 خد دي خد دي. اختي يلا 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 خد شيف خد شيف، وانت كمان خد دي. خلص خلص اجري. مش هولعك، هضربك هضربك. بس خلاص انا عارف ما ينفعش الموضوع يعدي بسلام كده بالراحه وانا خارج. دخول الحمام مش زي خروجه. ادوني بقى الحاجات اللي معاكوا دي. مستشفى الاول. الكرافت مفيش حاجه تكرافتها. طب ده في حاجه في هنا. ده ممكن نعمل امبروف ملاي ويبن ابجريدز. جميل. طب ايه في ابجريد دلوقتي؟ لا انا عايز مقص. معاكم مقصات؟ في مقص اهو. ما لازم يديني مقص يعني. تعال هات ده بس كده، ده مهم جدا. ماشي. في حاجة بقى فاضلة؟ فين؟ فين؟ في ثلاث حاجات. المكان ده انا ما جبتوش قبل كده ولا ايه؟ هو ليه السرير ده عليه عفن كده وغريب؟ في ابجريد تاني. تعالي. اوكي فين؟ هنا. ايوه I think انا خلصت كل حاجه دلوقتي. في اكسر دي عشان بحب اكسر انتوا عارفين. نرجع بقى للعم ليف. بتخاف موت هي من البتاع. خد يا عم ليف ماسك اهو. Taking too long. Can't move any faster. It won't do your sister any good if we're both dead. انت ليه خدت وقت طويل؟ كنتش اقدر اتحرك اسرع من كده. ظبط له ماسك تاتش كده عاطفي. يلا بينا. هنروح فين بقى؟ هنخش تاني؟ Did you see a way down? No. هو مفيش غير ده. Abby, what about that? ايه ده؟ نطلع فوق. يلا. That a fire hose? Lev, come get this down. Coming. هيعرف يجيبني؟ هرمي الحبل بقى. الحبل الثعباني العجيب ده. انت لازم تحدفه هنا يعني؟ I'm gonna head down. Be careful. Come on. You got this. ده تلات أربع أدوار مفتوحين مع بعض يا جماعة. المكان ده شكله مريب يا جماعة. مريب جدا. نوت خلينا نشوف بقى.
ماشي. نوت. Avery, the Black Ray Hotel contains a large group of infected, likely the ones that spilled out of the hospital. We need you and your crew to bring down the supports from the inside out. Use the supplies, explosives, and remote detonators. Good luck. واضح ده تحذير، بيقول لي ان المكان ده مليان مليان متحولين، لازم نجهز بقى ايه. طبعا ده مفيش، معيش انا مفيش غير ده، مفيش غير ده. طيب او السايلنسر، هو البو راح فين يا جماعة؟ موجود اهو. طيب وتعال ناخد ده برضو، لا السواب ده، ناخد ده مكان ده ونجهز كده بس، نجهز يعني. لا هو معايا سلاح واحد بس، ده وده بس. يلا بينا. ناخد البو، خلي معانا البو. في تاني؟ انتوا فين؟ هنا؟ الباب ده بتفتح؟ لا واضحة مش بتفتح، مفيش حاجة تتفتح هنا خالص، دي غرفة مغلقة تماما. يبقى لازم نلفها من ورا بقى، من هنا. او ده انت بتسبرنتي؟ يبقى في عندنا ناس موجودين، في عندي ضيوف يا جماعة التقال. وريني كام منظر تحت. لا انا عايز ابص، انا عايز ابص يا ابي، بس بصصيني بس. الضباب مغطي المكان كله طبعا، مش وقته مش وقته. تعالى يا باشا يا اختي، اوعى اوعى. خدي خدي خدي، بيطلعوا من الحيطه يا جماعه. دي متحوله بلط. اوكي. طب هما بيعملوا في الحيطه يا جماعه؟ انا عايز اعرف هما ليه لازقين يعني، هل يعني بيتغذوا في الحيطه مثلا، او في علاقه بينهم بالحيطه بتخليهم بيشحنوا مثلا من الحيطه زي التشارجر كده، زي التليفون يعني، باخلاص الطاقه بتاعتهم فبينزقوا في الحيطه يشحنوا فيها ويطلعوا فجاه. اللي عنده تفسير يا جماعه لهذا الموضوع ممكن يكتب لي. هو لازم ننزل تحت طبعا. انزل يا ابي. ايه ده؟ عجيبه. المفروض ننزل نعمل ايه طيب؟ نقفز هنا؟ اوكي نقفز، انا ما انزلش عادي كده يعني. انا شايف، انا شايف ظل اهو هناك. في واحد اتنين تقريبا. تعالى يا باشا. طب انا في يوم الحيل القديم، بس انا معيش مولوتوف يعني هنا. نرمي لهم الحجر ده. تعال روح روح. ايوه حلو. ده جابه منين ده؟ هما فين؟ خد خد دي. ايه ده، عدى كده بس يعني؟ ما قلتش السلام عليكم يعني. واضح هما عايزين يتكاثروا عليا بعدين. في حد تاني جاي؟ طب يلا نطلعوا رقبته. معاك حاجة؟ هيجوا تاني من هنا؟ طب تعال. ده في حاجة هنا تقريبا. هاتي دي يا اختي.
جراب جراب تعالى عشان لو حد توصل له نفسه. طيب هات نقتله نقتله كده بروقان بروقان. اديني دي ايوه اموت انا في الاكسبلوزيفز. اديني دول. دي حاجة ورايا. ايوه في تاني هنا. طب مفيش حاجة يلا هوب. دي موجودة تحت تقريبا. لا في خيارات هنا في حاجات قدامي برضو بس انا متهيألي المفروض اروح هنا الاول. بس هخش لها منين دي بقى؟ متهيألي من هنا يا جماعة في طريق يمكن. فوت اتجاب من هنا هو بيقول لي تحت. بس هنا كان في ورا الباب ده كان في حاجة. ابص ورا كده المفروض هيجيب لي دي هيجيب لي حاجات هنا كتير. ايه ده بقى اروح لها منين دي؟ انا شايف في ممر هنا يا جماعة اخش له منين ده من الباب ده؟ اوكي في حاجة هنا؟ يلا نعدي. تعالى يا ليف هدي. ايوه شايفك شايفك شايفك. ما اتفاجئتش يعني. اوه ما هذا؟ ده شكله كده يا جماعه قاذف لهب ولع فيهم كلهم. فليم ثرور ايوه يا باشا. نعدي بقى ولا ايه؟ ما فيش حاجه هنا تحت. الله ازاي حصل الكلام ده؟ اوكي تحت بقى المفروض ننزل تحت. هنعرف ننزل من هنا يا جماعه تحت؟ ممكن من هنا. من هنا ممكن انزل من هنا. عايز اجرب فليم ثرو عليكم يا اولاد. تعالى ننزل هنا. ايوه في هنا في الدور قفزة. خليك تفكري في اللي انت تفكري فيه ده. تعالي انا كان معايا الفريم ثرور. هي راحت فين؟ اهي راح. في تاني جايين؟ مفيش. بس انا سامحهم يعني. اديني دي. كله تحت ولا ايه؟ كله ده في هنا قدامي كمان. المبنى ده صعب جدا يا جماعه مليان تفاصيل. اديني ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ ايوه ما تكسر لي بتاع. هي مكسورة اصلا. ماشي انا بقرب منهم انا سامع الاصوات. اديني سبلمنتس. ايوه هما تحتية اهو. في واحد تحتية اهو. بس انا كنت هنا اعتقد. في حد في الحيطة؟ هننزل من هنا يا كابتن. من هنا بقى. في نزول هنا؟ هنا طيب. من هنا في.
ايوه في واحد بس. طب المبنى، انا عايز اعرف المبنى ازاي اتخرق كده، يعني ازاي من هيكله من بره سليم وهو مش سليم من جوه. ده انت العملاق، تعال انت. سليم كرو خلصت وفشل فشلت الاخيره. سواب؟ لا انا معايا احسن. بعدين اوكي مفيش تاني. عدي بقى يا ابي بسرعه. في حاجه تحت اهي. المفروض ننزل هنا. يلا في واحد في الحيطه. ايوه عملت ايفيد و ماشي ماشي. تعال بس خلاص، شكرا. في حاجة تا؟ في حاجة معايا؟ مفيش حاجة. هو فين؟ ده في ورايا هنا. يلا، في تقريبا حاجات منفجرة، عناصر منفجرة، هات دول وكوين كمان. ينفع نعدي هنا؟ هو ده في كرافت تايب؟ ماشي كرافت. لا مفيش، بس هنا في حاجة ممكن أعملها. في ده improve pipe bombs craft more effective pipe bombs than the deadly enrager area. دي هتبقى مفيدة جدا عشان دي بستعملها في ظروف معينة. ودي listen mood range، هي هتبقى مفيدة بصراحة. تعال نعمل دي الأول. دي 42 ودي 30. نعمل دي، جرب بقى. انا متهيألي في حاجة هنا يا جماعة المفروض اروح لها تقريبا. مفيش اي حاجة. بص المبنى عامل ازاي، تحس اللي هو يعني مش مبنى يعني. فين ازاي دي بقى مطلعتش؟ المفروض اروح لها من هنا بقى تقريبا. ايوه ايوه انت هنا. عدي. ده في كائن ضخم في الحيطه ده ولا ايه؟ ماشي، هو مفاجئنيش قوي يعني، هنشوف هيتفاجئني ولا لا. هدي مفيش حاجه. بيقول لي بس في تحت. انا كنت جاي من هنا تقريبا. المفروض ننزل هنا بقى. امسكي نفسك يا ابي. هننزل فين هنا؟ هو الليفل ده لازم نط عنيفة شوية. هتنزلي عادي هنا يا ابي؟ متهيألي عادي. اديني بس. ايه تاني؟ ايوه. هو صحيح ايزاك قتل فيدرا؟ يس. خلينا ما نتكلمش عن الموضوع دلوقتي. عذبتي ناس قبل كده؟ خلينا نركز بس، نجي نطلع بره هنا يا عم الحاج. انت يا كابتن في حاجه هنا يا جماعه. ازاي بقى اذا كنت انت يعني العلامه جابتني اللي انا هنا. بصوا، لا كبتها لي شكلي.
بتعلم لي على حاجة تحت. طب انا كنت جاي من هنا. هنا. انت كويس؟ وانتي؟ والله عشان ابقى صادقة معاك، مش احسن يوم عندي، يعني مش افضل ايامي. في كرافت؟ مفيش كرافت. هنط من هنا ولا ايه؟ انا كل ده ولسه بتاع الرولر كوستر المنحوسة او مشؤومة موجودة لسه. ماشي، في حاجة هنا؟ تهيألي كان في حاجة هنا. كله بيشاور تحت. يلا تعالى يا ليف. اديني السلاح ده تاني. ايوه هنولع في ناس حبة حلوين اهو. نفتح الباب منين؟ بيقول لي في حاجة جنبي هنا شفتها، انا حسيت بيها. ورايا اهي، ورايا. اوكي هنخش منين؟ طب يا معلم هنطلع منين؟ الباب ده هنولع فيه مثلا بيفتح؟ تصدق بيفتح، انا شكله عليه الحاجات دي. too many demons. ممكن نرمي قنبلة عليهم؟ تعالى في واحد بعيد كمان اهو. خد دي كمان. ايوه ايوه ازاي؟ ازاي؟ ازاي حصل ده؟ انا بدلها بالملي ويبن يعني. ماشي نعملها تاني. لو السلاح خلص ازاي؟ اوكي خلينا نديها نعمل حركة ايه تاني. الحركة دي كانت نافعة بصراحة. تعالى. ايوه انت كمان. ايوه تعالوا تلموا تاني. يلا اجري يا بت، اجري يا بت، اجري. فين البتاع الضخم يا اختي؟ تعالى 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 تعالى. انت ايه فسي بقى، الفسي الاخيرة بتاعتك. ايوه ما فساش. قتلنا بيج ديمون. اديني ده. ايوه مفيش تاني من دول؟ لا مفيش. معاكوا ايه بقى؟ ايوه اللي بعده عاجبني في. لا ده المخرج اكيد، مش هروحه دلوقتي. الم بس الحاجه الاول اللي المفروض المها. عاجبني في اللعبه دي انها متوازنه يا جماعه، اي مكان بتخشه بيديك شوية كولكتبلز، حاجات تلمها تساعدك انك تسرفايف في ال... يا اختي يا ابن الذين.
ماشي. ده لئيم ده مستخبي قاعد كده ايه في الضلمه، ما طلعش مع الزيطه وايه قرر يطلع لي فجاه. في حاجات هنا كتير. في ايوه كرافت، ايوه اديني ده المسدس. راح كنت هكرافت حاجات في المسدس. ماشي اديني. الواحد مش عارف العفن ده عبارة عن ايه بصراحة يا جماعة، عبارة عن ايه تحديدا يعني بالظبط. يا اختي يا ابن ال ولع ولع ولع، انت عايز قد ايه عشان تولع؟ الموضوع اقوى شوية من الناس العادية مش كده يا جماعة؟ It's just a lot. You did good. بقول لها انت اتعضيتي؟ قالت له لا. قال لها وانت؟ قالت له وانت؟ قال لها لا. قالت له لا بتاعتك شكلها شاكك فيها. يلا بينا. Let's go. سواب؟ لا انا سوابش، متهيألي سواب احسن. ده ما ينفعش نعمل له ابجريد دلوقتي، ولا نخلي ده؟ مش عارف. ده متهيألي يعني الثلاث ضربات بتوع بستة من دول، متهيألي يعني. ليه دايما المكان اللي انا ببص فيه يطلع عكسه هو اللي فيه الحاجات دي؟ اديني. What is that? A quarter. A quarter of what? What? بيقول لها ايه ده؟ بتقول له بيقول لها ربع، بتقول له ربع، قال لها ربع ايه؟ قامت ضحكت فاهم؟ ما قداميش غير ان انا اخش هنا. وصلنا للمكان المشرق. طب يا جماعة قضينا وقت ممتع داخل هذا المبنى الحقير الضخم المليان المحبوك الحبيس اللي مليان كل المتحولين، وعرفنا نعدي هذه المرحلة بنجاح. المفروض ان احنا دلوقتي قطعنا شوط كبير او مرحلة كبيرة عشان نوصل المستشفى اللي هنجيب بيها الحاجات اللي نقدر نعالج بيها يارا. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل في الفيديو الجاي مع ابي وليف، ومع السلامة.